طيب لو سألتك مين أفضل أو قبل أفضل دي، عشان في حاجة كنت عايز أقولها لك كون سايبك تسترسل، هل حد قال لك في اتحاد الكورة لو المدير الفني الأجنبي الجديد جاي لمنتخب مصر معهوش مدرب حراس مرمى ممكن تبقى مرشح؟ من الاتحاد؟ آه؟ لا من الاتحاد لا. إنما اتقال لي من ناس كتير. ناس كتير برضو قريبة من الاتحاد. طب مش هقول أسماء يعني، ناس كتير قريبة من اللي جوه الاتحاد. كان في كلام ان انا ممكن، وكلام يعني انا اعرف ناس كويسه جدا، ان ناس اثق فيها يعني، انه لو ما فيش مدرب حراس مرمى تبقى انت مدرب حراس مرمى المنتخب. ممكن ابقى موجود مع المدير الفني اللي هيجي يعني، ابقى معاه يعني. وبرده كانت في ناس برده بتقول عصام الحضر. ده ينطبق على المنتخب الاولمبي؟ ممكن طبعا، ممكن وارد. طبعا محدش كلمني رسمي، فاهم. انما وارد يعني برده الاسم بيتقال كتير، والاسم في ناس بتقال ان انت ممكن تبقى موجود، وفي ناس برضو بتقول نفس الكلام بالنسبه للعصام. فلو عصام ربنا وفقه، لو انا موجود. ايه رايك في تجربه الكابتن عصام الحضري كمدرب حراس مرمى؟ بص ما فيش شك طبعا، كابتن عصام حارس مرمى كبير جدا جدا جدا، ومن افضل حراس مرمى. اذا ما كنا بنتكلم على الشناوي، عامل تاريخ كبير جدا مع المنتخب ومع النادي الاهلي. فعصام حارس مرمى كبير، اشتغل في التدريب يعني بسرعه يعني. هو طبعا اشتغل في، سافر الامارات شويه، خد دورات في الامارات ورجع على سيراميكا حوالي 3-4 شهور ومسك منتخب مصر. عصام الاجوان في جوان منتخب مصر لما في الفتره اللي كان موجود فيها قدوا بشكل كويس. احنا يعني ما خدناش بطوله، بس الامانه كل الحراس المرمى اللي كانوا بيأدوا كانوا بيأدوا بشكل كويس. شناوي بيأدى بشكل كويس في بطوله الافريقيه قبل ما يتصاب، ابو جبل لما لعب ادى بشكل كويس جدا. فما تقدرش تقول التجربه، لا تجربه يعني هي ما فيش فيها نجاح بالنسبه للمنتخب انه ما صعدش كنتيجه. كنتيجه بس لما تيجي تتكلم في الحالات الفرديه، مثلا مركز حراسه المرمى انا شايفه لا، كانت الدنيا بشكل ماشيه بشكل كويس جدا، ماشي بشكل كويس. طبعا على فكره مرنت عصام في السودان. يعني احنا في 2011 حتى هم لما كنا مسافرين سفريه مع بعض في افريقيا مع المريخ السوداني، فالاداري بتاع المريخ شاف الباسبورين بتاعي بتاع عصام، فلقى عصام اكبر مني بست شهور. فقال عصام 73 شهر واحد، انا 73 شهر 6. فالاداري قال لي ده انا اول مره اشوفها، الحارس المرمى حارس المرمى اكبر من المدرب. صحيح. فوقتها يعني صح يعني. انما عصام طبعا اخ عزيز، وهو طبعا يعني زميل دلوقتي في المجال، وربنا يوفقه ويكرمه. مدرب حراس المرمى بيحتاج دراسات طبعاً وشغل. هي طبعا اساس اي حاجه يا كابتن كريم الموهبه. صح. يعني احنا حتى في مكانك اللي انت قاعد فيه ده، انت طبعا العلم والدراسه وكل حاجه بتذكر موهبتك، بس صحيح. اساس اي حاجه الموهبه. صحيح. فالموهبه لو مش عندك مهما تاخد بقى دراسه، مهما تاخد مش عارف ايه، انت الموهبه مش عندك اصلا. فهتجتهد قوي 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 وهتوصل لحته معينه، بس برضو الموهبه هتوصلك نقطه ثانيه مختلفه. صدقني الموهوب ده لما بيبقى عنده بقى كمان نفس التركيز ونفس الاخلاص وبيشتغل على نفسه وبيدرس والكلام ده كله، بيوصل لنقطه مختلفه تماما. صحيح. اللي ما عندوش موهبه برضه بيجتهد وبيشتغل وبيوصل لنقطه، بس مش هيوصل ابدا زي اللي عنده موهبه. صحيح.